اهلا بكم وحلقه جديده من مطبخ اسيا اسبوع الوصفات النباتيه. النهارده هنعمل مع بعض صينيه مشروم حلو قوي بالبطاطس، يعني هنعتبر ان المشروم ده هو البروتين بتاعنا في الوصفه، وهنعمل مع بعض قوارب بدنجان وفريك مخبوز حلو قوي قوي قوي. اول حاجه انا هحتاج المكونات للوصفه الاولانيه بتاعه المشروم. عندي مشروم ممكن تقطعوه نصاص او ممكن تقطعوه شرايح، عندي طماطم مفرومه، عندي بصل مفروم، عندي معلقتين كبار لثلاث معالق من معجون الزيتون الاسود، ممكن تستخدمه كمان زيتون شرايح، عندي شبت، عندي صلصة. البهارات اللي هستخدمها ملح وفلفل وطبعا جوز الطيب، شوية كزبرة ناشفة، شوية كمون، بابريكا، بشر ليمون، ثوم. وبالنسبة لطبقة البطاطس انا هستخدم بطاطس مفرومة او مهروسة سوري، وهستخدم تقريبا 3 ارباع كوباية او نص كوباية حسب ما البطاطس تطلب من اللبن النباتي. اللبن النباتي انا اقصد به حليب الصويا او حليب الشوفان او حليب الرز او حليب اللوز، ممكن اللوز وجوز الهند او حليب جوز الهند نستخدمهم في الحلو اكتر من الحادق، وطبعا عصير الليمون. طيب انا هبتدي دلوقتي اعمل ايه؟ هستخدم شوية زيت زيتون مسخنة الطاسة. الناس النباتية او الصايمين اللي ما بيستخدموش زيوت خالص في الاسلوب النباتي بتاعهم ممكن ببساطة يشوحوا البصلة في المية عادي جدا، او طريقة الني في ني. هحط البصل وهقلب البصل على النار يتشوح شوية، هضيف له بقى الثوم وهصفره هو كمان مع البصل. اول ما يبتدوا يطلعوا الريحه القويه بتاعتهم بجيب المشروم وانزله عليهم. ممكن زي ما قلت تعملوه انصاص، لو كان كبير ممكن ارباع، ممكن شرايح، زي ما انتوا حابين. يستحسن طبعا نستخدم المشروم الطازة لانه بيدي طعم حلو وكمان بيبقى رائع في الوصفة دي. انا قلت ان هو هيبقى الملك بتاع الوصفة، يعني هو البروتين بتاعنا النهاردة. اهو انا هعملها زي الصواني او الكاسرولز الانجليزية اللي بتبقى فيها طبقة البطاطس على الوش دي المهروسة، بتبقى جميلة جدا. زي ما قلت الوصفات النباتية لو تعرف ازاي تتظبط صح وازاي نلعب بالمكونات زي ما احنا عايزين، صدقوني بتبقى حاجة روعة. يعني حتى الناس اللي غير نباتيين او الغير الصايمين ممكن يجددوا في الوصفات خلال الاسبوع، يعني ميبقاش كل يوم بناكل لحمة، ممكن نخلي اللحمة والفراخ او اللحمة والبروتين عامة 3 مرات في الاسبوع وباقي ايام الاسبوع نعمل الحاجات دي. بعد ما بضيف المشروم بضيف بقى الطماطم وبقلب كويس. بروح بقى جايبه دلوقتي معجون الزيتون اللي قلنا عليه، وقلنا ممكن نستخدم زيتون عادي شرايح حوالي معلقتين كبار مليانين، بيدي طعم رائع للوصفه دي. الزيتون انا بقصد بيه الزيتون العذب اللي بيبقاش فيه ملح كتير، ده بيتباع قلنا عليه قبل كده. عندي شويه كمون، عندي شويه كزبره ناشفه، عندي بشر الليمون، بشر الليمون خلوني احطه مع البطاطس هيبقى طعم، عندي شويه جوز الطيب، هخلي شوية كمان مع البطاطس، وعندي بابريكا أو شطة للناس اللي بتحب الحامي، وعندي كمان صلصة طماطم عشان اللون. وطبعا ملح وفلفل، ما نكترش الملح عشان في زيتون، وهنحط كمان عصير ليمون. Thank you.
الريحة رهيبة جدا. ومعلقتين المعجون دول صدقوني بيدوله طعم رائع، جربوه يعني، بلاش، حاولوا تتفادوا شوية الزيتون الشرايح في الوصفة دي وجربوا المعجون، صدقوني هتنبسطوا قوي. معلقة كبيرة من عصير الليمون، وأخيرا الشبت، حبة شبت حلوين. وحطي النار، يعني لو حسيتوا ان هو محتاج شوية مية لانه لسه هيدخل الفرن ممكن نزود شوية مية، شوية بس، ما تغرقوش الدنيا عشان خاطر على اساس يبقى عندنا صوص في الفرن لطيف يكمل فيه، لانه هي كده كده بتاخد بس تحميرة في الفرن لطبقة البطاطس. تمام جدا. هجيب بقى قالب الفرن وهحط فيه المشروم او خليط المشروم بتاعي ده، هنزل بيه كده بالراحة، ريحة الشبت معاه تجنن. وبوزعه بالشكل ده. طب كده انا عملت اول حاجة اللي هو زي ما اكون عملت البروتين او طبقة البروتين بتاعت الوصفة. عندي هنا بطاطس مهروسة، هعمل طبقة البطاطس. هجيب بولة، خلينا اشتغل بدي والصغيرة، بحب الصغيرة دي قوي. هاخد البطاطس انزل بيها كده، هروح بقى جايبة بشر الليمون اللي سبته للآخر، هحط جوزة الطيب، ممكن لو عايزين نحط بابريكا كمان للبطاطس تدينا لون أحمر، فلفل أسود والملح. وأخيرا بنحتاج احنا اللبن النباتي، بس اللي يكفينا ان البطاطس يعني تطرى معانا وتبقى زي او قوامها كريمي. يعني كأني بعمل بيوريه بس بيوريه نباتي، وقلت اللبن النباتي الصويا، بس انا يعني بحاول اتفادى الصويا على قد ما اقدر في الوصفات لانه عليه قولان او عليه تضارب اقوال، لكن الاحسن ان احنا نستخدم لبن الرز ولبن الشوفان. ولو عايزين انا ممكن اقول لكم طريقة لبن الرز ولبن الشوفان في البيت، بيبقى مفيد جدا يعني، بيبقى سهل قوي، مجرد بس نقع الرز والشوفان طول الليل، وبعدين تاني يوم يعني مثلا نقعنا كوباية، نص كوباية من الرز او نص كوباية من الشوفان، ننقعها مع 4 كوبايات من المية طول الليل، بعد كده بنغليهم على النار مدة ربع ساعة لحد ما يتفتح الشوفان ويتفتح الرز، وبنضيف لهم كوباية مية زيادة الصبح قبل ما نغليهم على النار، بعدين بناخدهم نضربهم في الخلاط كويس قوي لحد ما ينعموا، بنصفيهم، المية اللي بتنزل دي هي اللبن. فدي حاجة بس حبيت اضيفها لانه زي ما قلت الالبان دي هي اللي بتمشي مع الحادق، لكن مثلا حليب اللوز وحليب جوز الهند بيمشوا مع الحلويات اكتر لانه فيهم نسبة سكر شوية وكمان النكهة فيهم قوية. هاخد انا بقى البطاطس دي احطها كده، انا بحب عموما كل الصواني اللي بتبقى فيها طبقة بطاطس على الوش، اصلا البطاطس انا هي اللي ودتني في داهية، هي والمكرونة. طيب وهبتدي ادي شكل حلو قوي للصينية بتاعتي. لو حسيتوا انه العين مثلا هتضايقكم ممكن تعملوها بس بالمعلقة، يعني خلونا نعملها بالمعلقة عشان واضح ان العين هتغلبني، خلونا نعملها بالمعلقة ومن فات قديم وتاه.
مش ضروري يعني، مش كل مرة الحاجات الحلوة دي. ساعات بنحب نتفنن يعني، بنلاقي نفسنا بنتعطل أكتر ما بننجز. خليني حتى أعملها حتى بالمعلقة، ممكن نعمل حاجات لطيفة خالص أهو. هجيب معلقتي بظهر المعلقة، امشوا كده. تمام جدا. هنضفها من الجناب وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 فوق وتحت زي ما قلت، لحد ما البطاطس تتحمر. ما تقلقوش، اللبن اللي في البطاطس، اللبن النباتي ده، هيحمرها وهيعمل معاها اللازم. ادخلها الفرن واطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل.